خف يا جدع. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبي. اختار المصحف اليمين واحرق بيديه بالكوباية على دماغه. بقول له الفقر اهلا يا باشا. بقول له الحمار. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور. بقول له تعال تعال تعال. رايحة فين؟ جود مورنينج يا فندم. جود مورنينج ورحمة الله وبركاته. رايحة فين؟ أصل رايحة عند ريهام. ريهام؟ ريهام 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 يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل. صحي يا جابر. اسمعي ريهام. ريهام مين يا روح امي كده؟ ريهام بتاعت الارشيف يا فندم. اسمعي انا ما عنديش ارشيف غير ارشيف بتاع الشؤون الاجتماعيه كل الحداد. انا ماليش في البتاتيح دي كلها. اصل يا فندم انا عاوزاها بحاجه ضروريه خالص. اسمعي انت مالكيش دعوه في الحاجات دي. ترجعي مكتبك وما تخرجيش خالص. سامعه؟ ايوه. الزيارات ممنوعه. سامعه؟ الرغي والكلام الفاضي ممنوع. مفيش كلام فاضي. ده كان قبل ثورة 25 يناير. حاضر يا فندم. احنا شباب الثورة شباب التغيير. انتوا فاكرين احنا قمنا بالثورة دي عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان كل الامور هتتغير بعد ثورة 25 يناير. يعني حضرتك حاطط في دماغي يا فندم؟ مش حرفلك ولا حاجة. اسمعوا الكلام ده اللي هقولكوا عليه. احنا شباب الثورة ما يرضيناش الحال المالي. الهيصة واللجاحة في الشغل ممنوع. تضيع الوقت ممنوع. المحسوميات والرشاوي واللازم منه كله ممنوع. كل الأمور دي هتلتغي بعد ثورة 25 يناير. يلا كل واحد منكم يروح شغله. يلا كل واحد مكتبه. عمك يا باشا. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل. اتفضل سعادتك. ايه دول؟ حاجه بسيطه على ما اسم. ايوه يعني ايه؟ يعني الحلاوه بتاعتك يا فندم. حلاوه بتاعتك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت اتغنيت يا راجل؟ انت جرى لمخك حاجه؟ ليه كفى الله الشر يا فندم ليه؟ احنا شباب الثوره لما عملنا الثوره دي عملناها عشان نخلص من الحاجات دي. يا مرتشي يا فاسد. انا اسف يا باكا والنبي ما كانش قصدي. اسمع يا بتاع، انت يجب ان تقدم لمحاكمه عادله بتهمه رشوه موظف زي حالاتي. ارجوك يا باكا ارجوك يا باكا انا غلطت منك. السماع هتتحاكم يعني هتتحاكم. هتنباس يعني هتنباس. ما بلاش محاكمه. ربنا يخلي لك ثوري 25 يناير. اتفضل. ايه ده؟ عادي تملك بمكروع جديد يا باكا. ايه المره دي؟ سماح بس احلف انك مش هتعيدها. وحياة ثورة 25 يناير. انه مش هعيدها تاني. مع السلامة يا اخويا. الله يسلمك يا باكا. انت خد طولك. انت هتوقع من طولك. مع السلامة والقلب دعيلك. ايه رأيك في اللي حصل؟ وحصل ايه؟ حصل ايه؟ اهلا يا حسام. تعالى يا حبيبي. صباح الخير يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا يا حسام. قول لي يا حبيبي في حاجه؟ انا عايز اجازه اسبوع والطلب اهو فاضل امضيتك. وحياتك يا حسام الشهر ده مفيش اجازات عشان الاجازات كانت قبل ثوره 25 يناير. ليه بس يا فندم؟ من غير ليه جايين الثوره ما نعرف ليه. اتفضل. يا سعاده الباشا، فرح ابويا في الكفر الاسبوع الجاي وانا لازم اقف معاه في ليله دخلته. الله. يعني ابوك مش هيعرف يتجوز الا لما تقف قدامه؟ ما انت عارف الواجب يا فندم. ما انت برضو ابن ارياف وتعرف في الاصول ولا ايه؟ الله. ابن ارياف، ابن حواري، ابن سكن عشوائي، ابن جنيه، انا ماليش دعوه في الكلام ده كله. اجازه مفيش. بس الاجازه من حجي. وانا من حجي اقول اه ومن حجي اقول لا. اديني سبب واحد منطقي للرفض. جرى ايه يا حسام؟ جرى لك ايه؟ انا المدير بتاعك وانا مش مضطر اقدم لك اي اسباب. ارقل يعني امشي يعني ما بتفهمش. هو يا حسام وعلى مكتبك بقى. ماشي انا همشي. بس انا مش هاسكت ان شاء الله عنك مسكت. ها
هشتكيك لي المسؤولين الكبار فوق. يا خراب طز فيك وفي وفيك وللصحافة كمان. طز فيك وفي الصحافة. طيب لما نشوف اهو. انت بتعمل ايه يا حبيبي يا حسام؟ انا هفضحك على الفيسبوك. الفيسبوك؟ لا لا انت الفيسبوك. لا يا حبيبي الاجازه بتاعتك اهي. انا هوقعها لك وحياة ابوك بلاش الفيسبوك. هنا انت عارف ان احنا الحاجات دي مش حلوه بعد ثوره 25 يناير. مع السلامه يا حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه يا روح. مع السلامه. مع السلامه. الفيسبوك لا الفيسبوك لا. ده اثبت. اهلا يا راشد.